أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى إلى حقوق الناس، ونذهب إلى السودان حيث عبرت مصادر حقوقية عن قلقها البالغ إزاء تواجد العشرات من المعتقلين في السجون السودانية على خلفية احتجاجات سبتمبر أيلول الماضي دون تهم. وكانت قوات الأمن السودانية قد اعتقلت المئات من الناشطين السودانيين السياسيين والحقوقيين خلال الاحتجاجات وبعدها، واحتجزتهم لمدة أسابيع دون أن تسمح لهم بمقابلة محاميهم أو ذويهم. وعلى الرغم من أن السلطات السودانية أفرجت عن معظمهم، فما يزال العشرات من النشطاء في السجون دون تهم محددة. معي للحديث حول هذا الموضوع رئيسة القسم السياسي في جريدة الجريدة السيدة فاطمة غزالي. سيدة غزالي، نرحب بك في هذه الحلقة من حقوق الناس. بداية، هل لديك معطيات عن أعداد السجناء السياسيين الذين تعتبرونهم سجناء رأي ما زالوا يقبعون في السجون السودانية؟ أولا شكرا لقناة الحوار. حقيقة يعني ملف أو قضية المعتقلين السياسيين يعني عقب أحداث سبتمبر قضية يعني تهز الرأي العام السوداني، خاصة أن هنالك محاكمات الآن تجرى لبعض المعتقلين في هذه الأحداث. بعضهم يعني المعلومات عنه لم تكن متوفرة بشكل واضح، وهذه تعد يعني أزمة من أزمات التي يعاني منها المدافعون عن الحقوق يعني فيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين، وخاصة أغلبهم يعني من الشباب في الجامعات أو الشباب في الأحزاب أو الكيانات المنادية أو الداعية لإنصاف النظام، أو بعضهم أبرياء لا صلة لهم بالسياسة ولكنهم اعتقلوا بسبب هذه الأحداث. طيب، هل لديكم تقدير لعدد الذين ما زالوا في السجن على اعتبار بأن الكثير منهم قد أفرج عنه؟ وبعضهم وبعد محاكمات تم التبرئة عدد منهم في محاكمات، وبعضهم يعني لم يفرج إلا عن الرموز المعروفين يعني سياسيا في الوسط السياسي الشبابي، ولكن هنالك مجهولون يعني قابعون في المعتقلات يعني تتراوح يعني النسبة تترات متفاوتة، يعني كان في الأيام الأولى كان هنالك الحديث عن يعني آلاف، وتراجع إلى بدأ الحديث عن مئات، لكن حقيقة حتى المنظمات الحقوقية لم تستطع يعني أن تحدد الأرقام، لأن هنالك معتقلون في يعني في يعني المعتقلات الأجهزة الأمنية، فلا أحد يستطيع أن يتنبأ بعدد. طيب، هل ما زال الوضع بالنسبة للمحامين ومقابلاتهم مع ذويهم، هل ما زال الوضع على حاله دون السماح لهم بلقاء أقاربهم أو من يمثلهم؟ هنالك كانت بعض الوساطات وبعض اللقاءات بين مفوضية حقوق الإنسان وبين الجهة الأمنية في معرفة أوضاع ويعني الأوضاع المعتقلين في السجون، ولكن بعض المحاولات تنجح وأخرى تفشل يعني. طيب، ما الذي يمكن فعله بالنسبة للمعاملة التي وصفها ذوو السجناء بأنها معاملة سيئة، وخاصة بأن بعض الذين أفرج عنهم أكدوا أنهم تعرضوا للضرب وسوء المعاملة المهينة؟ هي حقيقة طبعا يعني المعاملات في المعتقلات بتضع الأسر في وضع نفسي يعني قاسي، باعتبار أنه ما يجري لهؤلاء مجهول لديهم، لا يعرفون ما هي أوضاعهم الصحية، ما مدى التعذيب الذي يتعرض له هؤلاء، ولكن هنالك انحراف يعني انحراف حقوقي من المحامين، وهنالك تقصي يعني تقوم به بعض المنظمات المدافعة عن الحقوق لمعرفة أوضاع هؤلاء، هنالك نشاط يعني يجري داخل السودان لمعرفة أوضاعهم ولمعرفة، وهنالك محامون يعني متفرقون للدفاع عن كل ما يقدم للمحاكمة في هذه الأحداث يعني. هل هناك تواصل مع السلطات السودانية بنقل صورة واقع هؤلاء السجناء إليها لسماع وجهة نظرها؟
في حق يعني في الواقع طبعا يعني هنالك قوانين، انت تعلم ان في السودان هنالك قوانين، قانون الامن ياتي نفسه صلاحيات كبيره، التعامل مع المعتقلين او مع اسرهم لم يكن بالطريقه التي يعني فيها نوع من السلاسه المطلوبه، لان الاجهزه الامنيه هي وحدها يعني القابضه على الامر، ولكن المحامين السودانيين يحاولون دائما ان يقفوا بجوار هؤلاء المعتقلين السياسيين ويدافعون عنهم، وهنالك هيئه يعني هيئه دفاع كبيره يعني فيها اساتذه كبار معروفين على راسهم كمال الجزولي وعدد من المحامين نبيل اديب ومجموعه من المحامين، يعني يحاولون بقدر ما يستطيعون ان عبر القانون ان يجدوا مخارج لهؤلاء او يجدوا ثقه للتعامل في كيفيه اخراج هؤلاء من هذه المعتقلات او الدفاع عن اوضاعهم او تقديم تقارير للتقارير ضمن عبر منظمات المجتمع المدني لاوضاعهم في وهل هناك حالات يعني فعلا نجح القضاء السوداني في من خلال المحامين في الافراج عن بعض هؤلاء المعتقلين؟ والله حقيقه بعض المحامين او هيئات الدفاع المتشكله من عدد يعني المتشكله من عدد من المحامين المدافعين عن الحقوق استطاعوا ان يبرئوا عدد من المتهمين في احداث التخريب، ما يسمى بالتخريب وغيره او التظاهر او الازعاج العام، يعني هنالك مواد كثيره موجهه ضد هؤلاء، منها الازعاج العام، منها السرقه والاتلاف وغيرها من الاتهامات، فنجح يعني هيئات الدفاع وعدد من المحامين في يعني اسقاط هذه التهم من هؤلاء. طيب هل هناك تواصل مع منظمات حقوقيه دوليه لعكس صورة ما يجري لهؤلاء المعتقلين داخل السجون السودانية؟ نعم، في السودان هنالك منظمات حقوقية تتابع أوضاع حقوق الإنسان وتقدم تقارير يعني وتعكس ما يجري من انتهاكات للأوضاع الحقوقية في السودان، يعني بما فيها المعتقلين بسبب أحداث أول ما يسمى بثورة سبتمبر أكتوبر. وكيف يتعاطى الرأي العام مع قضية المعتقلين السودانيين على خلفية حقيقة الآراء؟ هنالك غضب يعني من خاصة من المجتمعات او الأسر هؤلاء باعتبار ان يعني من المفهوم العام ان حق التظاهر حق مفصول لك فلو الدستور التظاهر السلمي، وان والبعض يرفض ان ينسب التخريب لابنائهم لان ابنائهم ليسوا مخربون، وذلك اتهامات بان الذين خربوا باوامر الحكومه وليس هم المتظاهرين او من الطلاب والطالبات والشباب والمنتسبين للاحزاب او الكيانات الداعيه لاسقاط النظام. هنالك غضب حتى من بعض الموالين سابقا للنظام تغيرت مواقفهم عقب احداث سبتمبر. ختاما سيده فاطمه غزالي، هل يمكن انكار بان بعض هؤلاء كانوا ممن فعلا قام بعمليات تخريب لبعض المنشات السودانيه الخاصه والعامه خلال تلك الاحتجاجات؟ في هذه الاحداث يعني حدث نوع من يسمى بالتخريب والحق، ولكن هنالك راي اخر يقول ان المخربين ليس هم هؤلاء المتظاهرين سلميا، يعني فهنالك اتهامات وجهت حتى للحكومه بانها هي التي يعني دفعت بعض يعني المشردين في الشوارع، استوتهم في معسكرات ودربتهم لذلك، يعني فهنالك اتهامات يعني تتجاذب هنا وهناك حول من هم المخربين. يعني شكرا جزيلا، لم تكن في صورة واضحة لمن هم المخربين. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، رئيسة القسم السياسي في جريدة الجريدة السودانية السيدة فاطمة غزالي، كنت معي عبر الهاتف من الخرطوم.